السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الجزء الثالث من البرامج اللي ممكن تكون مفيدة في مجال المقاولات والاستشارات، واتكلمنا عن بعض الحاجات في الإصدار الأول والتاني، اتكلمنا عن برنامج بلندر وفري كاد وبرامج تانية كتيرة قوية تقدر انت تستخدمها، زي مثلا انرجي بلس بالبرامج الاناليسيز القوية، وان شاء الله هنكمل السلسلة دي مع بعض بإذن الله. طيب بالله عندنا كود أستر، وده بيعمل سيموليشن للاستراكشر ميكانيكس، وبرنامج قوي وناس كتيرة بتعتمد عليه، وتلاقي الدوكومنتس بتاعته متوفرة، وتلاقي ان هو تقدر انت تحمله مجانا بدون اي مشاكل خالص. وبعد كده هنلاقي فليكس او كولوجن لايبراري، ده بيخليك تتعامل مع الجيومتري كلاشز لو في اي كلاشات، والميزة ان هو اوبن سورس فتقدر ان انت تحمله، لكن هو محتاج ان انت تكون عندك شوية دراية بالبرمجة. طيب بعد كده بنلاقي اداه بنتستر، ودي اوبن سورس وتقدر انت تستخدمها مع الاي اف سي اوبن شيل، وممكن تستخدمها مع البلندر بيم. هي مثل ان هو بيعمل سبورت للملفات الاي دي اس، ويعمل سبورت للاي اف سي، ويعمل سبورت للام اف دي، ويقدر يستورد ويصدر، فهو من البرامج القويه. وزائد ان هو كمان دلوقتي بقى موجود ادنس جوه الفري كيد، كل ده طبعا مجاني، والموقع بتاعه اسمه ifcopenshell.org، فتقدر تدخل على الموقع ده وتحمل ادوات تانية كتير جدا خاصة بالاي اف سي. طيب بنلاقي اي اف سي ديف، ده عبارة عن بيقدر يعمل كومبير بتوين اتنين ملفين اي اف سي، يعني تديله اتنين ملفين اي اف سي ويجيب لك ايه التعديلات اللي حصلت. فلو انت عندك تحديث فبتبدأ يفتح ملفين الاي اف سي ويقول لك خلي بالك، ويدي لون معين للاختلافات. فعندنا مثلا الموديل اهوت، تقدر ان انت تشوف لما بعتوه تاني مره هل حصل فيه تعديل ولا مفيش اي تعديل خالص، فيبدا يجيب لك ده هنا مثلا حصل فيه ابديتد وهكذا. وعندنا برضو اي اف سي كوبي، ده بيعمل تحويل ملف الكوبي داتا في الاي اف سي من الاي اف سي لملف اكسل، يعني لو حد بعت لك ملف اي اف سي تقدر ان انت تصدره لملف اكسل وتقدر تشتغل بيه كملف كوبي عادي. عندنا بيم سيرفر، ده بيخليك تشوف الملفات بتاعت الاي اف سي اونلاين، تقدر انت تشوفها على الويب، بحيث ان انت تقدر لو في اي مشاكل تقدر ان انت تعملها فيو من غير ما تسطب باي برنامج لرؤيه ملفات الاي اف سي. الجميل ان هو بيديك شفرة الكود كلها، بحيث ان انت لو عايز تعمل الموضوع ده على الموقع بتاعك وتوري الناس المشاريع تقدر انت تحمل الملفات، تقول له كود وتقول له داونلود، ويقدر انه يحمل معاك الملفات على طول. وعندنا مكتبة اسمها FC++، تقدر ان انت تفتح ملفات الـ FC، تقدر ان انت تشوفها، تقدر ان انت تعدل عليها وهكذا. فدي من ضمن الادوات القوية، تقدر ان انت تشوف الملفات الستيل فريم والموديل، وتقدر انت تشوف المشاريع بتاعتك وتراجع عليها من الاي اف سي. ان شاء الله الجزء الرابع هنتكلم في ادوات تكون اخف شويه الذ، تمام؟ فانتظرونا.